نندد وبشدة بالعمليات المستمرة لفتح ممثليات دبلوماسية في الأراضي الصحراوية المحتلة، الشيء الذي يعتبر خرقا صارحا للأعراف وللقوانين الدولية بما فيها القانون الدولي الذي يصنف الصحراء الغربية كإقليم غير مستقل ذاتيا بصدد عمليات تصفية استعمار غير مكتملة بسبب الاحتلال المغربي، علاوة على أن هذه الإجراءات غير القانونية تمثل انتهاكا لاتفاقيات فيينا الدولية لسنة 1961 المنظمة للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية الدولية، كما أن فتح قنصليات في الأراضي الصحراوية المحتلة يأتي في وقت كان فيه القانون الأوروبي واضحا، حيث أكدت محكمة العدل الأوروبية من خلال 3 قرارات تاريخية عدم امتلاك المغرب لأي نوع من السيادة على الصحراء العربية الغربية، معتبرا إياها إقليما مختلفا ومتميزا عن المملكة المغربية. واستنادا إلى ما تم ذكره، ندعو بإلحاح إلى ضرورة التنظيم العاجل لاستفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية